السلام عليكم، وياكم مهندس حسن صفار من جامعة ليس في بريطانيا. اليوم حنتكلم عن أهم تطبيق، واحد من أهم التطبيقات بالنسبة للطاقة المتجددة، وهو الخلايا الهيدروجينية، عن كيفية توليد الكهرباء من الخلية الهيدروجينية. وحنتكلم عن أهم المكونات الأساسية بالنسبة لهذه المنظومة، كيف ما هي الاعتبارات اللي يجب أن نأخذها بنظر الاعتبار حتى نصمم منظومة الخلايا الهيدروجينية. بعدها حنسوي لكم تجربة عن الخلية الهيدروجينية وعن الخصائص اللي يجب أن نأخذها حتى تتوافق ويا الإنفرتر أو ويا بعض المكونات الأخرى، خصائص الكهربائية للخلية الهيدروجينية. وبعدها حنتكلم عن بالفيديو اللاحق حنتكلم عن المبدأ عمل الخلية الهيدروجينية، مبدأ عملها وأهم التطبيقات بالنسبة لها، وعن إمكانية استخدامها او بالنسبه للبحوث امكانيه استخدامها بالتطبيقات ومستقبل الطاقه الهيدروجين مستقبل الطاقه الهيدروجينيه. وكذلك حنتكلم عن بالنسبه للبحوث اللي ممكن ان يؤدوها طلاب الدراسات العليا، طلاب الدكتوراه وطلاب الماجستير، عن الخلايا الهيدروجينيه وعن اهم الفاكتورات اللي ممكن دراستها بالنسبه للخلايا الهيدروجينيه. وياكم مهندس حسن صفار من جامعه ليدز. إذا أعجبكم الفيديو سوي لايك وسوي سبسكرايب وشكرا. خلينا نتكلم بالبداية عن المكونات الأساسية لمنظومات للخلية الهيدروجينية. عندنا احنا الخلية الهيدروجينية، هذه الخلية الهيدروجينية تقريبا كباسي الخلية الهيدروجينية هذه 400 واط، طبعا حجمها يعتبر صغير هذه الخلية الهيدروجينية، لذلك نقدر نستخدمها بالمنازل لتوليد الكهرباء، نقدر نستخدمها بالسيارات كذلك بالسيارات لتوليد الكهرباء، لان حجمها صغير ونقدر نولد كهرباء عالية من عندها. سو تقريبا يعني اذا نريد نقارن هذا الحجم مع مولد 1 كي في حنشوف انه حجم المولد جدا كبير مقارنة بالفيول سيل. ما حنحتاج حركة، ما نحتاج انه دوخة، فلذلك انه منظومة تقريبا شبه صامتة بتوليد الكهرباء. هذا الجزء الاساسي اللي هو الخلية الهيدروجينية. بعد ذلك احنا عندنا البطل، لازم تكون عندنا مصدر للطاقة، عندنا هنا بطل هيدروجيني. هذا البطل الهيدروجيني ممكن نزوده بهيدروجين تقريبا الحد، هذا تقريبا الحد 400 بار، عادة ما يستخدم على السيارات نمليه ب 700 بار هيدروجين. الحقيقة انه هذا العداد على اليمين هو يمثل لي الهيدروجين، ضغط الهيدروجين داخل هذه البطل وداخل بطل الهيدروجين. تقريبا حاليا هو 40 بار لانهم مستخدمين عدة مرات، لذلك قل الكمية وقل الضغط الموجود، بينما هو نقدر نوصل الى 400 بار. هذا العداد يمثل لنا انه ضغط الهيدروجين اللي خارج من البطل. سو تقريبا اقدر ازود هذا الضغط، يعني اقدر ازود ال 400 الاربعة بار او الحد السيتنج اللي انا اريده. هنا الاعدادات انه اضبطها على 4 بار، ادي هذا اللاين للبرجر الهيدروجين الطالع تقريبا هو ب 4 بار، حيغذي لنا الخلية الهيدروجينية. عندي هذا هنا سكند ريدكشن فالف حتى يقلل البرجر مرة ثانية إلى 0.4 بار. بعدها انه هاي الخلية الهيدروجينية لازم ناخذ من نظر الاعتبار ايش قد الضغط اللي تتقبله، هاي تقبل تقريبا 0.4 بار. وعندنا هذا الجزء الرئيسي للهيدروجين، لازم يجب ان يكون الكفاءة مالته جدا عالية، لذلك انه يجب تكون انه البيورتي او النقاوة الهيدروجين جدا عالية. حشرح لكم هذا الجزء بالفيديو اللاحق، تابعوني وحشرح لكم انه كيفية مبدأ عملها وليش احنا نحتاج انه الهيدروجين تكون نقاوته جدا عالية. عندنا الجزء الثاني الانبوت الثاني اللي هو الهواء النقي، نقدر ناخذ هواء الهواء العادي، نقدر ناخذ هواء من المختبر وندخله، ما نحتاج انه تكون الاكسجين، ما نحتاج انه يكون انه الاكسجين نقي جدا، يعني نقدر نستخدم الهواء العادي اللي هو خليط من الغازات. بعد حتكون انه المخرجات من الخلية الهيدروجينية، عندنا هو الكهرباء وعندنا يتكون عندنا الماء هنا بهالجهة الثانية. الخلية الهيدروجينية كفاءتها تقريبا هسه هذه التجارية 70%، بالنسبة للمختبرات او الابحاث ممكن توصل اكثر من 90% 88%. عندنا بما انه كفاءتها 70% ف 30% من عدها حتروح حرارة من الطاقة وحترتفع درجة حرارتها، هاي الخلية الهيدروجينية ما تعمل اكثر من درجة حرارة 90، لذلك نحتاج انه نظام تبريد، لذلك الجزء المهم جدا
الأخير هو نظام التبريد اللي هو مبين عندنا بالصورة. عندنا المي اللي حيدخل لنا من هذا اللاين الأزرق، عندنا من هاللاين الأزرق حيدخل المي للخلية الهيدروجينية يبردها ويخرج من هذا اللاين الثاني، وعندنا هنا الراديتر وهيت اكسشينجر وفان انه يطرح لنا الحرارة للمختبر، وبعدها هنا يصير إعادة تدوير للمي، هنا إعادة تدوير ويرجع يدخل لنا بالخلية الهيدروجينية. لذلك المكونات الأساسية اللي عندنا حتى نولد كهرباء دي سي من الخلية الهيدروجينية نحتاج خلية هيدروجينية، نحتاج مصدر للهيدروجين، عندنا هذا البطل هو مصدر الهيدروجين، وعندنا كذلك انه هواء من المختبر، وعندنا نظام تبريد، نحتاج ايضا فالفات وغيرها حتى نسيطر على الضغوط اللي نحتاجها. حسوي لكم هنا تجربة. ادي هنا انا سيتنج، هنا عندي الامبيرين محدده ب 3 امبير، هاي شغلت الجهاز، حراويكم نتائج التجربة السابقة اللي مسويها. عندنا هنا الطاقة من ازود الامبيرية اللي يريدها، لان عادة احنا بالبيت او بالسيارة الامبيرية اللي يريدها حتتغير، مو تكون ثابتة، مرة اطفي شي مرة اعلق شي ثاني، مرة انه اشغل مثلا تلفزيون ثلاجة غيرها. هنا هسه عندي اوكي مو فد مشكلة، حتكون انه من اشغل شي ثاني حزود الكهرباء، من ازود الكهرباء الاسحب ومن غير الامبيرية حيتغير عندي الفولتية الخارجة، بينما الطاقة حتكون انه تبقى زايدة. هنا عندي الامبيرية من ازودها الطاقة تزود، بينما الفولتية المفروض انه تكون انه بتنازل تنزل من ازيد الامبيرية. هنا بدأت تقريبا هي من 21 المفروض انه تنزل، يعني انه المفروض احصل كيرف مثل هذا. عندي الامبيرية من الزود سحب الامبيرية اكثر بالبيت حتزود الطاقة المتولدة بالخلية الهيدروجينية، بينما الفولتية حتقل عندي. الفولتية هنا نزلت من 36 الى تقريبا 24، فمن 36 24 عادة انه من هذه الفولتية المتولدة هي كهرباء دي سي، سواء احتاج او احولها الى كهرباء اي سي، من احتاج ان احولها الى كهرباء اي سي فاحتاج انفيرتر او احتاج تشارج كنترولر، فلازم اخذ بنظر الاعتبار من اصمم انه هذا النظام واحول الكهرباء الى اي سي انه لازم يتقبل التشارج كنترولر او الانفيرتر الفولتيه رينج الفولتيه للخليه الهيدروجينيه، من ازود عليها الامبيريه، من اسحب من عندها امبيريه اعلى حتقل الفولتيه مالتها، لازم اخذ بنظر الاعتبار انه الفولتيه حتقل، يعني مثلا لازم اختار انه ام بي بي تي تشارج كنترول يتحمل من 24 فولت الى 50 فولت بالنسبة لهذه الخلية، أو ممكن أنه أربطهن توالي حتى أحقق الفولتية اللي أريدها ضمن الرينج اللي مقبول بالإنفيرتر، وحتى يكون عندي توافق بيناتها بالخصائص الكهربائية. هذه أهم الخصائص اللي لازم نأخذها بنظر الاعتبار من نختار خلية هيدروجينية ومن نصمم لنا خلية هيدروجينية لتوليد الكهرباء. فانه الاجزاء الرئيسيه اللي كانت عندي اكرر عليكم هي خليه هيدروجينيه، هواء، عندنا هيدروجين نقي، وكذلك منظومه تبريد، وحنحتاج انفرتر حتى نستخدم الكهرباء اللي خارجه من الخليه الهيدروجينيه للبيت. الحقيقه اسعار الخلايا الهيدروجينيه هي مو عاليه، يعني اسعارها مقبوله نوعا ما مقبوله، لكن موضوع انه الهيدروجين وتوليد الهيدروجين ممكن نولده من الغاز طبيعي نسوي كربون كابتشر، عم يصير عندنا CO2 انبعاث من يصير احتراق، وممكن انه نزوده بالتحليل الكهربائي، او نقدر نزوده نستخدم الهيدروجين كبطاريه اثناء النهار اثناء الليل، يعني نخزن الهيدروجين من الخلايا الشمسيه اثناء النهار ونستخدم الخليه الهيدروجينيه بالليل، من مولد انه هيدروجين بالنهار ونستخدم الخليه الهيدروجينيه بالليل حتى نخزن طاقه. نتمنى انه نشوف، طبعا اكو كثير من الابحاث عن هذا الخليه الهيدروجين، تستخدم حاليا بالسيارات بالفوركليفت استخدام يعني مو قليل، واستخدامها فعال جدا بالنسبه للسيارات، وكذلك انه هناك كثير من الابحاث انه يحاولون يستخدموها ببريطانيا بحد المدن الصغيره، وكثير من مدن يعني مدن قليله ثانيه بالعالم يحاولون انه يطبقون هذا الشيء بمدنهم باليابان او غيره.
فانه ممكن نستخدمها. نتمنى نشوف هاي التكنولوجيا او نحقق انه التكنولوجيا عاليه، خصوصا احنا بالوطن العربي عندنا الكثير من مصادر الطاقه او كثير من مصادر الغاز، فبدل ما نبعث انه CO2 ونحرق الكربون بتولد عندنا CO2، فانه نسوي كربون كابتشر، نختزل الكربون يبقى عندنا بس الهيدروجين. تقل هي الكفاءة بس انه توليد القليل الهيدروجين بالنسبة كفاءتها هي عالية، هي 70% او 80%. فمن نقارنها بالمحطات الغازية، المحطة الغازية كفاءتها 40%، بس انه المحطة الغازية حنستخدم احنا نحرق الكربون ايضا، بينما بالخلية الهيدروجين لا، كنا نسوي كربون كابتشر وبعدين انه نولد كهرباء من الهيدروجين النقي فقط. وياكم مهندس حسن صفار من واحد من جامعة إحدى جامعات بريطانيا. إذا عجبكم الفيديو سووا لايك وسبسكرايب. المحاضرة الثانية حتكون أو الفيديو الثاني عن الخلايا الهيدروجينية حيكون إنه عن مبدأ عملها. مبدأ عملها طبعا جدا بسيط، حنشرح مبدأ عملها وكذلك عن تطبيقاتها. وشكرا.